الحقيقة بعد انطلاق الجلسات الخاصة بالحوار الوطني هيكون معانا كل يوم متابعة ورصد عمل للجان لجنة من لجان الحوار الوطني ال19. هنناقش النهاردة عمل لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، أحد اللجان الفرعية بالحوار الوطني والمنوط بيها الحقيقة، مناقشة تفعيل الدور النقابي ودور المجتمع الأهلي. مش بس كده، هتتناول أيضا قضايا حيوية زي مناقشة قانون العمل الحالي، التعديلات اللي بيحتاجها لضمان تحقيق الأمن الوظيفي وضمان حقوق العمال المصريين، وأهم المعوقات كمان اللي بتعيق القطاع المدني عن القيام بدور أكثر فعالية لتعزيز قدرته على المشاركة في عمليات التنمية. الحقيقة لجنة النقابات بتعتبر يعني أعرض مظلة بتمثل أكبر عدد من المصريين أبناء الطبقة الوسطى، ودي طبعا من أهم بل أهم شرائح اللي بتستند عليها الدولة، اللي هي عماد الدولة والمجتمع على كل الأصعدة. مش بس كده، كمان اللجنة بتخص العمل الأهلي اللي بيفيد شريحة مهمة من المواطنين، منهم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل. بس قبل ما نبدأ كلمتنا، خلونا نتابع التقرير المعلوماتي ده ونرجع نكمل باقي. بينضم لنا هاتفيا الاستاذ مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنه النقابات والمجتمع الاهلي. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. قانون تنظيم العمل الاهلي ولائحته التنفيذيه هي على راس اولويات الحقيقه اللجنه، ايه اهم ما تم مناقشته فيه حتى الان؟ هو يعني في مطالب عديده من المجتمع المدني بضروره اجراء بعض التعديلات على القانون. وبالتالي احنا يعني احنا هم واضعين تصور كده، التصور ده الهدف منه هو زياده فعاليه القانون وان هو يبقى قادر على خدمه المجتمع وخدمه الناس بطريقه افضل. يعني احنا عارفين ان القانون ده كان حواليه لغط كبير ساعه ما صدر، لكن احنا النهارده بنسمع لكل الاراء وبكل الناس، بحيث ان احنا يعني هنبتدي يمكن بقى يوم الحد الجاي او الجلسه مع المجتمع الاهلي ونسمع ارائهم حوالين التعديلات المطلوبه في القانون، وبالتالي هناخد خطوات فيها خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، بحيث ان القانون يجرى عليه التعديل ويكون قادر على ان هو يقدم خدمات حثيثه للناس، للمواطن وللبلد ان شاء الله. هل مسموح حاليا بالحديث عن ابرز هذه التعديلات ولا غير مسموح؟ يعني ده سؤال. احنا لسه بنناقش عشان ما نقولش حاجات برضه. احنا لسه هم بيقدمها، يعني بدايه النقاش معاهم يوم الاحد القادم، هنسمع منهم ايه مطالبهم بالظبط ونبتدي ايه نشوف ايه اللي ممكن ينفع الناس وايه اللي ممكن يتاخد. وعندنا كمان هتبقى في لجان فنيه، هذه اللجان الفنيه هتقدر تحكم خلال المرحله اللي جايه على هذه المطالب، بحيث ان احنا نقدر نعملها ان شاء الله. طيب خليني اسالك سؤال تاني، هل في تباين في وجهات النظر داخل اللجنه فيما يخص النقابات؟ ودي طبعا كيانات مؤسسيه ليها دور شديد الحساسيه في الحياه العامه. شوفي احنا عندنا نوعين من النقابات، عندنا نقابات عماليه ونقابات مهنيه. النقابات العماليه يمكن اكثر فئه بلورت مطالبها بالنسبه للحوار الوطني. يعني لو احنا استعرضنا ايه المطالب من النقابات العماليه هنلاقي ان قانون العمل هو على راس اولوياتنا، خاصه وان القانون تعرض لفترات طويله، مره يطلع لفوق ومره تجيله انتكاسه. فعشان كده يعني انا وجهه نظري ان ده بسبب غياب الرؤيه. احنا عايزين ايه من القانون؟ او احنا بنعمل قانون جديد ليه؟ المفروض طالما بنعمل قانون جديد تبقى ليه فلسفه جديده، ونعمل مواد بناء على هذه الفلسفه. القانون فكره ان احنا يبقى عندنا قانون اصحاب الاعمال عايزين ياخدوا حته والعمال عايزين ياخدوا حته، هذا القانون لن يصدر بشكل يليق بينا. احنا النهارده داخلين على جمهوريه جديده، عايزين واحنا داخلين هذه الجمهوريه ان يكون تشريعاتنا تتناسب مع الجمهوريه الجديده. بمعنى ادق، انا النهارده رايح، كلنا رايحين للقطاع الخاص، كل يعني كل العماله المصريه اللي هي دلوقتي 30 مليون معظمها او 90% رايح للقطاع الخاص. النهارده عايز اخلي الناس او الشباب يؤمن بالقطاع الخاص. طيب اعمل له ايه عشان يؤمن بالقطاع الخاص؟ اعمل له الامان الوظيفي اللي حضرتك قلت في التقرير من شويه. لازم اعمل له الامان الوظيفي ده عشان خاطر ايه؟ يعني يبقى ايه، يندفع نحو القطاع الخاص.
لكن النهارده الشاب يعني يوافق ان هو يشتغل ب 1000 جنيه في الحكومه، يعني ما يرضاش يشتغل ب 3000 جنيه في القطاع الخاص، وبالتالي لازم اوفر له الامان الوظيفي عشان يبقى هو بيسابق الزمن عشان يروح يشتغل في القطاع الخاص. لو احنا اتفقنا على ان القانون فلسفته الجديده بين كل الاطراف ان هو الامان الوظيفي، بالتاكيد هنوصل للمواد اللي هي تحقق الهدف، لكن فكره اللي موجود دلوقتي لا، ده زعلان من دي وده مبسوط من دي، دي مش هتعمل حاجه. لو جينا كمان ناقشنا، هنناقش فكره التدريب، التدريب المهني، التدريب المهني ده محتاج خلال المرحله اللي جايه ان احنا نتعامل معاه على انه مشروع قومي، لان احنا عندنا انماط وظيفيه كثيره ظهرت خلال الفتره اللي فاتت، هذه الانماط الوظيفيه احنا عايزين لها ناس تشتغل فيها، الناس اللي بتشتغل فيها دي احنا عملنا جامعات تكنولوجيه ومدارس مهنيه، واخد بال حضرتك؟ صحيح. لكن هذه محتاجه وقت عشان الناس تتخرج، طب مين اللي هيملى الفجوه؟ هنسيب رجل الاعمال يروح يستورد عماله من بره؟ لا طبعا، لابد ان احنا يكون لمراكز التدريب دور مهم في اعداد هذه الفئه، خاصه كمان ان احنا هل النقاط اللي حضرتك بتطرحها عليا دلوقتي تم التوافق عليها خلال الجلسات التحضيريه من الاحزاب والمؤسسات؟ بالتاكيد بالتاكيد بالتاكيد. ايه تاني من النقاط يعني اللي تم التوافق عليها؟ مثلا التسقيف، التسقيف العمالي ده مهم جدا، ولان احنا في مرحله، احنا بنقول ان احنا في معركه مع الوعي، فلازم برضو اثقف العمال يبقى عندهم يعني عمالنا ما شاء الله عليهم وكل حاجه، لكن برضه لابد ان هو يبقى فاهم قوي الواقع اللي حواليه، ده مش هيتم غير من تثقيف، من التثقيف. مساله تمكين المراه وظيفيا ونقابيا، ده احنا شايفين ان ده برضه اولويات مهمه، يعني في امور كثيره يعني بالنسبه للجنه الخاصه بالعمال او مطالب النقابات العماليه مهمه جدا. اما بقى لو دخلنا على النقابات المهنيه، فهنلاقي للاسف ان احنا كل النقابات المهنيه عايزه تغير قوانينها. احنا فيها قوانين باليه من يعني يمكن من الستينات، ما اتغيرتش لغايه النهارده. يمكن في قانون نقابه الصحفيين يشترط مثلا يعني ان هو اللي يبقى عضو في النقابه لازم يبقى عضو في الاتحاد الاشتراكي، ما زال ده موجود، وبالتالي اللجنه هتحتاج شغل كتير جدا، ونسمع ناس كتير جدا، ونوصل لحال. احنا برضو مش بنفضل، احنا سعداء بحاله الحوار الدائره و بهذا التوافق على النقاط الكتيرة اللي الحقيقة بتحمل أمل وبتحمل خير للنقابات والمجتمع الأهلي في مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي.